الطابق التاسع من مقر الجريدة الفرنسية فرانس فوتبول وكذلك ليكيب في هذه القاعة سنكتشف السيدة الكرة الذهبية التي ستسلم في زيريك. وهذه السيدة الكرة الذهبية فيفا. السيدة أرميل الشاهدة على تاريخ الكرة الذهبية فيفا ستساعدنا على الاقتراب أكثر من هذه الكأس من أجل الجمهور، ستساعدنا من أجل ملامستها، هذا الحلم الذي يراود طبعا الكثير من الرياضيين واللي يراود الكثير من لاعبي كرة القدم والنجوم. باسمكم جميعا مشاهدي الأفاضل، ملامسوا هذه الكأس التي تزن حوالي 12 كيلوغرام. الجائزة باتت اليوم بعد أكثر من نصف قرن من الزمن أكاديمية كبيرة جدا فيها عديد النجوم العالميين الذين يصطفون الواحد تلو الآخر ليدخلون الخزينة ويدخلوا التاريخ، على غرار طبعا زين زيدان واحد من نجوم الكرة العربية والأوروبية والعالمية الذي يبقى واحدا من الأسماء التي زينت صفحات مختلف مجلات وصحف ليكيب وكذلك فرانس فوتبول. من دون أن ننسى كذلك رونالدو اللاعب البرازيلي الفائز بكأس العالم 2002 والفائز بالكرة الذهبية. إذا عدنا إلى التاريخ إلى زمان لن ننسى أبدا ستانلي ماتيوس واحد من النجوم الكرة العالمية، ولن ننسى دي ستيفانو، كوبا، سواريز، سيفوري، ماسوبوست، ياشين، لو، أوزيبيو، بوبي تشارلتون، ألبرت، بيست، ريفيرا، مولر، كرويف، بيكنباور، بلوخين، سيمونسون، كيغان، رومينيغر، روسي، بلاتيني، بيلانوف، غوليت، فان باستن، ماتاوس، بابان، باجيو، ستويشكوف، روماريو، ويا، سامر، رونالدو، زيدان، ريفالدو، فيغو، أوين، نيدفيد، شيفشينكو، رونالدينيو، كانافارو، كاكا، كريستيانو رونالدو، ميسي. سمعة وشهرة جائزة الكرة الذهبية تكمن في قدمها. تسليم أول نسخة يعود إلى العام 1956، وكان المتوج بها الإنجليزي ستانلي ماتيوس. سمعة الجائزة تتجلى أيضاً من خلال سجلها، سجل يزخر بأسماء باقة من النجوم التي صنعت الحدث الكروي على مدار أكثر من نصف قرن، إنه سر نجاحها وشهرتها. مثقفين على غرار الفيلسوف الفرنسي جان بول ساستر الذي كان يتردد كثيراً على هذا المطعم الذي يوجد خلفي في هذا الحي. أيضاً يقطن الإعلامي الفرنسي جاك فيرون أحد مؤسسي فرانس فوتبول وليكيب والذي كان صاحب فكرة الكرة الذهبية. عياد سيروي لنا الحكاية والرواية التي لا يعرفها الكثير من الشبان خاصة من هم أقل من 20 عاما. كما تلاحظون مشاهدي الأفاضل، نحن في منزل جاك فيرون واحد من مؤسسي جريدة ليكيب كذلك فرانس فوتبول واحد من أعمدة الصحافة الرياضية الفرنسية. أشرف على الجريدة إلى غاية منتصف الثمانينيات، كان من أحد المؤسسين أيضا وممن صنعوا قوانين كأس أوروبا للأندية البطلة في الخمسينيات وما صار ليسمى اليوم بدوري أبطال أوروبا. الحديث إليه هو الحديث عن تاريخ الكرة الأوروبية
كأس أوروبا وكذلك الكرة الذهبية. جاك فيرون، مرحبا بنا عندك، مساء الخير ومرحبا بك في الجزيرة الرياضية. طبعا أنت تمثل ذاكرة الكرة الفرنسية والكرة الأوروبية والكرة الذهبية أيضا. الحديث إليك يقودنا إلى الحديث عن بدايات الكرة الذهبية بالدرجة الأولى كمولود بعد أن ولدت الكأس الأوروبية. كيف كانت البدايات؟ مغامرة الكرة الذهبية أطلقناها في أعقاب ولادة كأس أوروبا للأندية البطلة كانت حقا حقبة مليئة بالأفكار النيرة والابتكار. كان يتعين علينا في تلك الفترة الاجتهاد والتفكير دوما لبلورة الأفكار التي من شأنها إنعاش جرائدنا ومساعدتها على مواجهة ظرف اقتصادي عسير. نحن في سنوات ما بعد الحرب العالمية الثانية، الورق ينقص بشدة والجرائد تعاني. نجاحنا في إيجاد أفكار مثل إطلاق كأس أوروبا للأندية البطلة وجائزة الكرة الذهبية ساعدنا كثيرا على تقويم جرائدنا والحيلولة دون موتها. فكرة إطلاق الكرة الذهبية جاءت بصفة عفوية، لا أتذكر بالضبط من كان له الفضل في طرحها على طاولة النقاش. كنا 4 أو 5 من هيئة تحرير جريدتي ليكيب وفرانس فوتبول، مديرنا جاك غودي وجاك دوريزفيك وجون كورني وجون فيليب ريتاكير وأنا. واحد منا أثار الفكرة ليعتمدها الجميع دون تردد، وسرعان ما أطلقنا فكرة الحذاء الذهبي لأحسن هداف في الدوري الفرنسي قبل أن ترقى الجائزة إلى مقام الحذاء الأوروبي. مجلة فرانس فوتبول بادرت أيضا بإطلاق ترتيب النجوم، منح نجوم للاعبين المتألقين على مدار الجولات ومكافأة أولهم في نهاية الموسم. الفكرة أثارت اهتماما كبيرا إلى درجة أنها باتت تتربع على أعمدة الجرائد والمجلات الرياضية في ربوع العالم. يتساءل المشاهد العزيز كل سنة، لماذا ميسي وليس رونالدو؟ لماذا رونالدو وليس ميسي؟ لماذا هذا أو ذاك اللاعب؟ طبعا هناك قيس تشترطها اللجنة الخاصة بهذه المسابقة على مستوى الفيفا. اليوم بعدما كانت على مستوى مجلة فرانس فوتبول، اقتربنا دائما من رئيس تحرير مجلة فرانس فوتبول لنسأله عن هذه المقاييس. مقاييس تعيين صاحب الكرة الذهبية لم تتغير منذ البداية. ثمة 3 مقاييس. الأول يتعلق بأداء اللاعب بين شهر يناير وشهر نوفمبر، تاريخ بداية عملية التصويت. المقياس الثاني هو سجل المتنافس على جبهة المسابقات، الدوريات الأهلية، دوري الأبطال تشامبيونز ليج، الدوري الأوروبي، كأس العالم وبطولة كأس أمم أوروبا. ثمة مقياس ثالث، مقياس حاسم لأنه يساعد في الفصل بين متنافسين متساويين، ويتعلق الأمر بالكاريزما والسلوك. إنه شيء مهم جدا. على سبيل المثال، في العام 2000 لاعب اليوفي زين الدين زيدان أضاع الجائزة لأنه اعتدى على لاعب في مباراة دوري الأبطال ضد هامبورغ. وفي نهاية المطاف فاجأ البرتغالي فيجو الجميع وأحرز الجائزة. حرصنا كأعضاء في هيئة التحرير على التفكير في المعايير والمؤهلات التي يتعين على المرشحين التحلي بها في سبيل الفوز بالجائزة، وشددنا على 3 أو 4 مقاييس: تألق اللاعب، شخصيته، والكيفية التي يخوض بها غمار كأس العالم وكأس أمم أوروبا وكأس أوروبا للأندية البطلة. وارتأينا كذلك تثمين سمعة اللاعب والروح الرياضية التي قد يتحلى بها. كان يتعين على المرشح لجائزة الكرة الذهبية أن يكون لاعبا لا غبار عليه واسما كرويا متميزا بعطائه. عدد من اللاعبين الذين شاركوا في صنع تاريخ الكرة غائبون عن صفحات السجل الذهبي للمسابقة، أشهرهم بيلي ومارادونا. كان يستحيل عليهم المشاركة في المسابقة، مسابقة كانت تقتصر على الأوروبيين دون غيرهم من اللاعبين. مع الأسف الشديد، بيلي ومارادونا لم يدخلا سجل الكرة الذهبية بسبب القانون المعتمد وقتها. بطبيعة الحال، لو شارك بيلي في المسابقة لقضى على طابع التنافس وحصد الجائزة 10 مرات على التوالي. قد أقول من باب المزاح إن اقتصار المسابقة على الأوروبيين دون غيرهم أنقذها من سيطرة كلية لبيلي. بيلي يبقى في عيني أكبر لاعب على الإطلاق، أسطورة لا مثيل لها في تاريخ الكرة، ساحر يفعل بالكرة ما يشاء.
أتعجب عندما أسمع اليوم أناسا لم يعرفوا بيلي ولم يشاهدوه يقولون ميسي أفضل من بيلي ومارادونا كان أقوى من بيلي. أنا الذي عرفت بيلي وشاهدته لدى دخول باب التألق في مونديال السويد عام 58. لا أعتقد أن هناك لاعبا من طينة بيلي. كان لاعبا متكاملا ويزخر بكل المؤهلات الكروية. إنه الوحيد برأيي الكفيل بالفوز بمباراة لوحده. صحيح يمكن الحديث بإعجاب عن كرويف وميسي وبلاتيني والتنويه بهم، ولكن ليس إلى حد مقارنتهم ببيلي. رغم مساره وإنجازاته لم يتوج بالكرة الذهبية وهذا أمر مؤسف. لدى تعييني على رأس فرانس فوتبول وإشرافي على تنظيم المسابقة تأسفت لاستحالة مشاركة لاعبين من طينة مارادونا وروماريو في مسابقة الكرة الذهبية بسبب القانون الساري المفعول. صحيح أن مارادونا كان يحمل الجنسية الأرجنتينية وروماريو الجنسية البرازيلية، لكن طول مسارهما في أوروبا جعل منهما لاعبين أوروبيين إن صح القول. اعتبرت غيابهما عن سجل الكرة الذهبية مؤسفا بالنسبة لمسارهما ولسمعة وشهرة الجائزة. لهذا السبب قررت في العام 95 إدخال تعديل في قانون المسابقة وفتح باب المشاركة في وجه كل اللاعبين المتواجدين في أوروبا مهما كانت جنسيتهم. وفي العام 2006 ارتأيت توزيع المشاركة إلى جميع اللاعبين في ربوع العالم، وبذلك دخلت الكرة الذهبية مبكراً عصر العولمة. في الصورة التي خلفك معنا فرانس بيكنباور، عندما أشاهد الصورة أتذكر أيضاً بأن الجائزة جائزة فرانس فوتبول وجائزة فيفا اليوم لم تمنح للكثير من المدافعين، لم تمنح أيضاً لاثنين من أبرز اللاعبين في العالم على غرار بيلي ومارادونا. هل هذا ينقص من قيمة الجائزة؟ هذا لا يقلل من شهرة المسابقة. غياب بيلي ومارادونا يعود لأسباب قانونية. جائزة الكرة الذهبية تكافئ بالدرجة الأولى التألق الفردي للاعب، لهذا يبدو من الطبيعي أن يسيطر المهاجمون والمحركون والهدفون على مسابقة الكرة الذهبية ويصنعون حدثها منذ نصف قرن. صحيح عدد المدافعين لا يتعدى أصابع اليد الواحدة. هناك بيكنباور ومواطنه ماتياس سامر المتوج في العام 1996، آخر مدافع فاز بالجائزة الإيطالي فابيو كانافارو وكان ذلك في العام 2006. حارس واحد يتربع على سجل الجائزة السوفيتي لاف ياشين. عندما نسترجع تاريخ كرة القدم نلاحظ أن الأسماء المثيرة للاهتمام والذكر هي أسماء المهاجمين والهدافين. نلاحظ بالتأكيد أن المهاجمين والهدافين يرشحون أكثر من غيرهم لاعتلاء منصة التتويج بالكرة الذهبية، خاصة في سنوات كأس العالم وكأس أمم أوروبا. منحت الجائزة 3 مرات لكل من الهولندي كرويف ومواطنه فان باستن، كما حصدها الفرنسي ميشيل بلاتيني 3 مرات متتالية. مع الأسف هناك نجوم كبار بينهم باولو مالديني لاعب ميلان ومنتخب إيطاليا. مالديني اعتزل الملاعب مؤخرا دون أن يلامس الكرة الذهبية رغم مسار كروي رائع. برأيي مالديني كان يستحق الجائزة، شأنه في ذلك شأن مدافع آخر البرازيلي روبرتو كاروس. جائزة العام 2002 منحت ذهبية لأنه تألق تحت راية البرازيل وتألق أيضا تحت راية ريال مدريد. في السابق كانت عملية انتخاب صاحب الكرة الذهبية من صلاحيات لجنة تحكيم مشكلة من الإعلاميين. مجلة فرانس فوتبول كانت ترسل بطاقات تصويت لعدد من المراسلين في ربوع أوروبا على أن يختار كل واحد منهم لاعبه المفضل. كانت لجنة التحكيم إعلامية محضة، ومنذ دخول المسابقة تحت راية الفيفا في العام 2010 أصبحت اللجنة تتكون من مدربين ولاعبين وإعلاميين. المدربون واللاعبون لا يتعاملون حيال المسابقة بنفس المعايير ونفس التوجه. لا أريد أن أكون قاسيا، ولكن أعتقد أن بعض المدربين واللاعبين قد يتحيزون لبعض المرشحين، وهو ما لا يفعله الإعلاميون. لا يمكن أن نطلب من لاعبين ومدربين تعيين أفضل لاعب أو أفضل مدرب. قد تكون لدى البعض منهم رغبات ذاتية لتفضيل هذا على ذاك.
ومن شأن الإعلاميين أن يكونوا موضوعيين على خلاف المدربين واللاعبين. وأعتقد أن نجاح الكرة الذهبية وسمعتها يأتيان من طبيعة لجنة التحكيم. لقد عملنا لسنوات طويلة على هذا الأساس، وهو ما ساعد الجائزة على شق طريقها وكسب الشهرة والمصداقية. أعتقد أن الجائزة باتت تعاني اليوم من غياب مقاييس واضحة، مقاييس تساعد على إبداء الرأي في شفافية تامة. أعتقد أن الجائزة تعاني كذلك من نقص في تسيير وتنشيط لجنة التحكيم. برأيي لو نظمت مسابقة 2010 وفق مقاييس لجنة فرانس فوتبول لما فاز ليونيل ميسي بالجائزة. المرشح القوي وقتها كان إنيستا أو تشافي لسبب بسيط. اللاعبان الدوليان الإسبانيين تألقا ضمن كتيبة برشلونة، وكان لهما الفضل الكبير في اعتلاء منتخب إسبانيا منصة تتويج كأس العالم. صحيح أن ليونيل ميسي برز في مغامرة دوري الأبطال، لكنه غادر مسابقة كأس العالم مسبقا مع منتخب الأرجنتين. عندما نتحدث عن الكرة الذهبية لا مفر من الحديث عن ألفريدو دي ستيفانو، واحد من أساطرة تاريخ الكرة. هو الذي دفعني إلى عشق كرة القدم وأنا طفل صغير، كما شجعني على مشاهدة المباريات على الشاشة في بيت جدتي. عندما أصبحت صحفيا تشرفت بلقائه في أكثر من مرة، وقال لي في إحدى مقابلاتنا: لم أتوج بالكرة الذهبية 3 مرات مثل ميشيل بلاتيني أو يوهان كرويف، لكنني حصدت أغلى الكرات. أعتقد أن دي ستيفانو يعد حقا متوجا جديرا بالكرة الذهبية في ذكرها 50. لقد لعب دورا كبيرا وحاسما في تألق ريال مدريد على الساحة الأوروبية واعتلائه منصة التتويج في الدورات 5 الأولى. بالنسبة إلينا زيزو يبقى اللاعب الوحيد من أصول عربية وأمازيغية توج بهذه الكأس، كان ذلك في سنة 1998 بعد تتويجه بكأس العالم. في 18 من نوفمبر في عام 1998 ذهبت إلى إيطاليا لأعلن لزين الدين زيدان عن خبر سعيد، اختياره من قبل الإعلاميين كصاحب الكرة الذهبية لذات السنة. قلت له أنه سيتسلم الجائزة بعد شهر بمناسبة حفل يقام بباريس بحضور عدد كبير من الضيوف، وقلت له: بغض النظر عن جائزة الكرة الذهبية، ما هي الهدية التي من شأنها أن ترضيك بالمناسبة؟ فقال لي: أريد أن أعيش وأعايش الحدث بين أهلي ووسط الأصدقاء الذين قضيت رفقتهم سنوات الطفولة. لو تجاوبت مع مطلب هذا فالحفل سيكون رائعا. تواصلت بعد ذلك مع أخيه وعددنا قائمة ب25 صديقا من أصدقاء زيزو، ودعوناهم إلى باريس العاصمة الفرنسية عاصمة الأضواء. عدد منهم لم يزوروا باريس في السابق، واعتبروا دعوة مجلة فرانس فوتبول بمثابة هدية لا تنسى. دعونا طبعا زوجة زيدان وأخته وإخوته ووالديه وعمه. قضينا لحظات جميلة وعشنا حفلا من أجمل حفلات الكرة الذهبية. أعتقد أن زيزو لا زال يحتفظ بهذه الذكرى في ذاكرته وقلبه كذلك. الكرة الذهبية ليست مجرد جائزة، هي حكاية فيها الكثير من التفاصيل مع مر السنين، سواء عندما كانت فرانس فوتبول أو عندما تحولت جائزة فيفا لكرة القدم. اقتربنا في قاعة تحرير مجلة فرانس فوتبول من أحد الزملاء الذين كان له الفضل والشرف أيضا في الذهاب في إحدى الليالي من شهر نوفمبر من سنة 2009 إلى بيت ليونيل ميسي لكي يعلمه بأنه هو صاحب الكرة الذهبية. تيري مارشان، ماذا يمثل بالنسبة إليك التنقل شخصيا إلى بيت ليونيل ميسي لكي تخبره بأنه هو صاحب الكرة الذهبية؟ كيف وجدت ميسي؟ كيف استقبلك؟ كيف استقبل الخبر؟ كيف هل اتصل ببعض من أصدقائه أو بعائلته؟ المناسبة اكتست طابعا متميزا، وخاصة على صعيد مسيرتي المهنية. الأمر يتعلق هنا بدخولكم في محيط غير مألوف. دخول بيت نجم كروي ليس كبقية اللاعبين، بيت أفضل نجم كروي. هذا يعني دخول حياته الشخصية.
اكتشفت حقا محيطا لم أتعود على مشاهدته، محيط لا يشبه الملعب ولا غرفة الملابس ولا بيت النادي. لامست عن قرب حياة ليونيل ميسي الشخصية وبيئته العائلية والكيفية التي يعيش بها، وهي أمور لا يعرفها الصحفيون والجماهير الرياضية. لما دخلنا بيته دعانا إلى الصالون حيث كانت تتوسطه شاشة كبيرة تبث عليها إحدى مباريات فريقه برشلونة. عرض علينا مقبلات ومشروبات، تعامل معنا بتواضع كبير وببشاشة، وعندما أخبرناه بأنه توج بالكرة الذهبية فرح كثيرا بأول كرة ذهبية في رصيده. في العام 77 كان ميشيل بلاتيني لاعبا واعدا في صفوف نادي نانسي يشق طريقه ويتطلع إلى غد أفضل. كان مقتنعا في تلك السنة أنه يستحق جائزة الكرة الذهبية بالرغم من عدم مشاركته في دوري الأبطال. دخل بلاتيني ثالثا خلف لاعب بوريسيا مونشنغلادباخ الدنماركي سيمونسن والإنجليزي كيفي كيغان. اعتبرنا أن ميشيل بلاتيني يستحق المركز الثالث لا غير، وقد تألم بعدم فوزه بالكرة الذهبية آنذاك ولامن على ذلك لسنوات طويلة. وكلما التقى بنا إلا وأثار الموضوع قائلا: كيف لا تمنح مجلة فرنسية كرتها الذهبية للاعب فرنسي؟ فقلت له: لو أقدم كل إعلامي على منح الكرة الذهبية لمواطنه لفقدت جائزة الكرة الذهبية سمعتها ومصداقيتها. ارتأينا تعيينك في المركز الثالث لأننا نؤمن بشفافية المسابقة ونعتبر الجائزة فوق كل الاعتبارات بما فيها عامل الجنسية. انتظر بلاتيني 6 أعوام قبل أن يحصد أول كرة ذهبية ثم الثانية ثم الثالثة، وهذا دليل قاطع على أننا لم نكن قساة حياله. ولدى فوزه بالثالثة رفض استلامها. اغتنمت فرصة تدشين تمثال له في متحف غريفان بباريس وذهبت لتسليمه الجائزة وسط الحضور، ولم يتجرأ في رفضها. لا أتذكر أنه كانت هناك صور عن المشهد. هذه قصة طريفة عن ميشيل بلاتيني الذي تألق وأصبح رئيسا للاتحاد الأوروبي. عدة طرائف ميزت قصتي الطويلة مع جائزة الكرة الذهبية، إحداها تتعلق بجائزة رونالدو الثانية في العام 2002. عندما ذهبت لإخباره بأنه توج للمرة الثانية، تقدم بطلب مثير للتعجب. قال لي: سيدي المدير، أود أن أتحصل على كرة ذهبية لأهديها لأبي، وكرة ثانية لأمي لأنها مطلقة من والدي، وأريد كرة ثالثة لأمنحها بدوري للجراح جيرار سايون. الحكيم سايون هو الذي أجرى العملية الجراحية لرونالدو ومكنه من العودة من جديد إلى المستطيل الأخضر. رمزية يستحيل تحديد فرانس فوتبول وكذلك ليكيب، إضافة إلى منشورات وكتب التي صارت الآن تثير فضول الكثير من المتتبعين والكثير حتى من الطلبة. إلى أي مدى هذا الفضول لا يزال موجود؟ لستم الوحيدين الذين يهتمون بالكرة الذهبية. الجائزة تثير صدى كبيرا في ربوع العالم. عدد كبير من الطلبة والباحثون يدرسون تاريخها وذاكرتها وبعدها. نستقبل على مدار السنة عددا كبيرا من الطلبة يهتمون بتاريخها منذ حقبة الخمسينيات. الكرة الذهبية في حلتها الأوروبية اجتازت الحدود وكسرت جدار برلين قبل الأوان لتكافئ ممثلين عن الكرة الشرقية، من بينهم حارس منتخب الاتحاد السوفيتي ياشين والمجري ألبير وبلوخين وآخرين. الكرة الذهبية لعبت دور المسافر بدون هوادة وتلاعبت بالحدود البرية والإيديولوجية. لو قيل لنا وقتها إن الجائزة ستأخذ هذا البعد بعد نصف قرن لما صدقنا ذلك. الكرة الذهبية تعد في مجال الساحرة المستديرة ذي أهمية شبيهة بأهمية جائزة نوبل للطب وجائزة نوبل للأدب وجائزة نوبل للعلوم. الجائزة تصنع على يدي إحدى أشهر وأعرق ماركات المجوهرات في أوروبا، يوجد مقرها في ساحة فاندوم خلف حي الأوبرا. إنه ميلاريو. نحن هنا في ساحة فاندوم الشهيرة وبالضبط في شارع السلام، من هنا تبدأ رحلة الكرة الذهبية، ومن هنا أيضا من هذا المحل تصنع جائزة الكرة الذهبية في محل مجوهرات ميلاريو.